Hello everyone. I hope you are all doing well and safe. Today we are in level 8. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم وصلنا للمستوى الثامن في تعلم اللغة الإنجليزية معي. So today we have a new lesson, another جديد, which is the comparison of adjectives. المقارنة في الإنجليزية. Now, before talking about the comparison, قبل ما نهضروا على المقارنة, let's first understand what is an adjective. نفهمو في الأول شنو هو an adjective. So, an adjective describes, كيوصف لنا وصف, describes a person, a thing, شيء, a place, مكان. إذن adjective كيوصف لنا أشخاص, حيوان, مكان, أشياء. هذا هو الدور ديال an adjective. Alright? Now, since we are talking about comparison, حيت كنهضروا على المقارنة, we need to know the types of adjectives. واحد جوج أنواع ديال adjectives. We have short adjectives and we have long adjectives. Now, what is a short adjective? ملي كنهضروا على المقارنة, when we are talking about comparison, we have to know بلي راه كاين كيفاش يمكن نخدمو مع short adjectives بواحد الطريقة, وكاين قواعد أخرى ولا قاعدة أخرى كنخدمو بها مع long adjectives. So the question is, السؤال هو كيفاش نقدر نميز شنو هو short adjective and how can I know, كيفاش يمكن نعرف ولا نميز a long adjective. نقول لكم سهلة, كاين جوج طرق. There are two ways. الطريقة الأولى كنقراوها, كنضم الطريقة الثانية اللي غنعطيكم غتكون سهلة تفهموها شي شوية. Now, what is a short adjective? باش كنعرفو كنميزو when there is one syllable. بحال هكا تنطقو كلو حرف واحد, كلمة واحدة. Tall, one syllable. Short, one syllable. New, one syllable. Old, one syllable. Young, وباقي adjectives واحد آخرين. So one syllable, it means هاد الكلمة هادي ولا هاد adjective اللي فيه one syllable, it is a short adjective. Now, there is another way. كاين واحد الطريقة واحدة أخرى اللي كنسهلها على التلامذة, أوكي, اللي بشوية بشوية كيتعلموا الإنجليزية. Listen, كنقول لهم باش تميزوا short أو لا long, في أغلب الأحيان short adjective ما كيفوتش 5 letters, ما كيفوتش لينا, لا يتخطى 5 حروف. إذا حدو كيكون 5 الحرفات أقل. For example, شوفوا tall, نحسبوها together, قلنا الأرقام ياك, يعني 1, 2, 3, 4. We have 4 letters, عندنا 4 الحرفات. إذا راه باقي short. 1, 2, 3, 4, 5, وصلنا 5. 5 هو الطوب ديال short adjectives, okay؟ إذا في 5 الحرفات, it is short. New, 1, 2, 3, 5 الحرفات, it's short, باقي short. Old, 1, 2, 3, باقي لنا short. إذا باش تقدروا تميزوا إلا ما عرفتوش, حيت كاين اللي ما كيقدرش يميز الكلمة ولا الأدجكتيف مش حال من syllable فيه. So we can have one syllable, two syllables, three syllables and more. So هنا باش تقدر تميزوها ولا كنسهل عليكم باش تميزوها, حاولوا تحسبوا مش حال من حرف you have in that adjective اللي عندكم في هذاك الأدجكتيف. Okay? Now, أجيو نشوفوا long adjectives. قالك long adjectives كيكون فيهم two or more syllables, كيكون فيهم جوج أو أكثر ديال syllables. For example, beautiful, beautiful, three syllables. Expensive, three syllables. Difficult, three syllables. فيهم ثلاثة. غتقول لي أنت عرفتي ثلاثة ميزتيها, beau, beautiful, نقسمتها, هي one, two and three. عطاتني three syllables. Now, إذا عاوتاني ما قدرتيش تميز بشحال من syllable you have in that adjective, اللي عندك في ذاك الأدجكتيف, سهلة عاوتاني. إذا فاتوا لنا 5, يعني عندي 6, 7, 8 وانت غادي ديال الحرفات الحروف في الأدجكتيف, غتعرف بلي راه long adjective. Let's do it together. ألوغ لو قلنا long adjective خاص تكون فيه
ستة وانت غادي اوكي ماشي خمسة بالضبط خاص تكون ستة وانت غادي letters so you have for example انا حسبها مجموعي B beautiful 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فات لنا خمسة وصلنا لتسعود اذا هذا راه long adjective هذه طريقة ماشي 100% غتعاونكم حيت عندنا استثناءات ولكن في اغلب الاحيان غتعاونكم بزاف باش تقدروا تميزوا short adjectives and long adjectives because pay attention the way we conjugate short adjectives is totally different from long adjectives طريقة كيفاش كنصرفوا short adjectives ما كتشبهش long adjective so نعقلوا لحاجة واحدة one syllable الا ما ميزتيش one او لا two syllables حسب لي الحروف لقيتيهم قل من خمسة خمسة قل عرف راه short adjective لقيتيه فوق خمسة it is long adjective واذا كتميزوا syllables الا كان جوج ثلاثة وانت غادي ديال syllables راه حتى هو long adjective alright so دابا عرفنا شنو هما adjectives right we have short and we have long now let's talk about comparison the first part we have comparative إذن غادي نبدأ with comparative we start with comparative and later ومن بعد we will see superlative and last one آخر حاجة غنخدمو عليها هي equality versus inequality غنشوفو كل محور بوحدو we will start with comparative غادي نبدأ بمقارنة comparative of short adjectives and long adjectives alright So now we start with comparative of short adjectives. Do you remember short adjectives? مش حامل حرف خاص له ماكسيموم يكون فيهم خمسة ومش حامل syllable one syllable. هذا هو short adjective كيفاش يمكن لينا نميزو in English. Now here حنا يا كنا كنمشيو مستويات المستوى الأول الثاني الثالث حتى وصلنا للثامن. Okay. عرفنا شنو هو subject وعرفنا شنو هو verb. واللي ما كنعرفوش شنو هو adjective right now قولوا لي how many subjects do we have in this sentence مشحال من سوجي مسهلها مشحال من شخص how many people do we have in this sentence علي is told than ريم we have one or two we have two people جوج ديال الاشخاص اولا two subjects okay we have شكون الاول number one علي it's subject One and Reem its subject two. So we have two people. هذه comparative. Comparative it means to compare. نقارنو two people. جوج ديال الناس. Two things. جوج ديال الأشياء. Two places. جوج ديال الأمكنة. So you always compare two things. ديما كنقارنو جوج ديال الأشياء. Alright. هذه comparative. So عندنا Two people, عندنا علي and we have ريم. إذا غنقارنو علي and ريم about their height حسب الطولة ديالهم. قال لك علي is tall than ريم. What is the adjective? The adjective is tall. Now tall, is it short adjective or long adjective? It is short adjective. Adjective صغير. باش عرفنا tall. One syllable. أولا مش حال فيه من حرف. باش نسهل على التلام اللي شوية شوية. One, two, three and four. في four. يعني ما وصلش لنا خمسة. So راه صغير. It is a short adjective. Now, what is the rule? شنو هي القاعدة? The rule of comparative ديال short adjectives. Okay, I give you the rule. وانتم ما تخرجوا لي هذه. Alright? قال لك you take the short adjective. So we have short adjective and you add er to the adjective and obligation ولابد نحن مجبرين okay تكون عندنا than معناتها من اطول من اكبر من كلمه من هي than so what are we going to add to the short adjective شنو غادي نضيفو add ناخذ حتى vocabulary كلمات Add, نضيف. So what do we add? How adjective? We add er. So you have taller.
علي is taller than ريم. علي هو أطول، ماشي طولة، ماشي طول. أ ألف، أوكي، هذه المقارنة، أطول من. So taller than ريم. Are we okay؟ جيبوا أي adjective بغيتي ولكن يكون صغير. Taller، short، shorter، old، older، young، younger. شكون زيدو؟ ER. Alright؟ غير الآخر على الآخر. كزدو غير الآخر على الآخر. Now this is the short adjective. Now comparative of long adjectives. دابا الأدجكتيفز اللي راه هما طوال. عقلتو كيفاش تميزوهم؟ They have one syllable or two syllables and more. Two syllables or more. خاص يكون أكثر من جوج وانت غادي الفوق. Alright. قلت لكم إلا ما ميزتوش syllables يمكن لك تاخد حروف. خاص يكون أكثر من خمسة حروف. ستة سبعة ثمانية وانت غادي. هذا راه long adjective. أصلا غير شفتو كيبان طويل. So you have علي again is intelligent than كريم. How many subjects do you have? مش حام شخص عندنا. We have عاوتاني again two. علي subject one and كريم subject two. يعني شنو عندنا هنا؟ مقارنة بالانجلي comparative. So again, what is the adjective? فين هو الادجكتيف هنايا؟ هو it is intelligent. Now intelligent was short adjective or long? Intelligent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is long adjective. Now, نعطيكم عاوتاني the rule. وانتم خدموها, right? So you put more or less. يا هذه يا هذه. More هي أكثر, less هي أقل. Plus the long adjective. Plus you always have than. So intelligent شغلينا more intelligent. Excellent. So we put more intelligent. علي هو أكثر ذكاء. أو أقل less. Less intelligent than كريم. It's okay. إذن كيف قلت لكم قبيلة, as I told you before, the way we conjugate, طريقة كيف كنصرفوا short adjectives مختلفة. It's different على long adjectives. Short adjectives we add er. Adjectives صغير كنزيدو غير er. ولكن long adjectives ما كنديروش intelligenter ونزيد er عاوتاني. No, كنجيب أكثر more أو لا less plus زائد the long adjective. Are we okay? So this is the comparative of short and long adjectives. Now, بالنسبة للمد يقول لي في امتحان كنميز واش comparative وغنوريكم من بعد superlative. يقول لك you have a keyword. عندك هنا واحد two keywords. جوج ديال الإشارات. لاحظ معايا. قول لي شنو هي الكلمة اللي كتعاود. Alright? What is the word that we repeat here? علي is taller than ريم. علي is more intelligent than كريم. What do we repeat here? شنو الكلمة اللي عاودناها؟ من غير علي we have than. So than is the key word of comparative. When we are talking about comparative خاصني واحد الإشارات keywords. The keyword that we need, let me just take off this one. Key words. كيف ما قلنا simple present or past and future continuous or perfect شفنا بلي كل طون every tense عنده إشارات keywords. Even comparison which is comparative المقارنة حتى هي عندها keywords. Two keywords جوج. Number one خاص يكون عندي two subjects. ملي كيكونوا two subjects اسمها ديال مقارنة يعني جوج كنقارن جوج ديال الأشياء like علي and ريم عندنا two subjects. So number one, I need two subjects. It's okay? Now, keyword number two. إشارة تانية. خاص يكون عندي في الجملة كلمة than. حيت than معنيتها, sorry, من. من. Than. ألوغ ملي كنقولو than, يعني عندي شي واحد كنقارنو على ولا من شي واحد آخر.
So here we have comparative. So please remember, in comparison ولا comparative بالضبط عندنا two keywords, two subjects, خاص يكون عندي subject و subject واحد آخر, and then mean it's okay. Now this is what concerns comparative. دابا غادي نمشيو نشوفو superlative. إذا أردتم مشاهدة جميع الدروس التي قمت بها سابقاً، يمكنكم الذهاب إلى القناة، اضغط على كلمة playlist أو قائمة الفيديوهات، وسوف تجد المستوى الأول ابتداء من حروف اللغة الإنجليزية، والمستوى الثاني والثالث والرابع وكذلك الخامس.